كانوا جماعة متوجهين نحو الطائف وفي الطريق وقف أسد فتوقفت الرواحل والقوافل. وصل سيدنا عبد الله بن عمر: ما لكم؟ قالوا: لا، أسد في الطريق. قالوا: ذولا كلهم وقفوا مشان أسد في الطريق. قالوا: كيف هذا مفترس؟ خرج بنفسه وجاي لا عند الأسد يمسك بأذنه يقول: يا أبا الحارث، لا تتعرض المسلمين في طريقه. وكأنه ضانة يقول كذا، يمشي مشى راح رجع. تعجبوا كثير، قال: مما تعجبون؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله ما سلط الله عليه غيره، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لما سلط الله عليه غيره جل جلاله وتعالى في علاه.